قد يميل الإنسان، انتبهوا لهذا الكلام، قد يميل الإنسان إلى قول آخر غير الذي قاله الحجاوي ولا أئمة المذهب كله، قد يميل إلى قول آخر، واضح هذا. لكن لو خيرت أنا، لو سألتني أنت وقلت لماذا تختار، يعني ما تنصحني بماذا، آخذ بقولك ولا بقول الحجاوي، إيش الجواب؟ الجواب تعرف ما هو؟ شتان بين الثرى والثريا، واضح. تقلد من؟ تقلد الأعلم ولا الأقل؟ تقلد من؟ الأصل القاعدة تقلد من؟ الأعلم. نحن الآن لا، ممكن نترك كلام الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله لقول إمام المسجد في حينا، لأنه إمام المسجد في حينا تكلم في المسألة ورجح فيها وقال كذا، فخلاص صار هذا الراجح. أتاه هواها قبل أن يعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. أنا أقول أن الدين والعقل يقول أن تقلد الأعلم والأورع، أليس كذلك؟ ولا يغرك أن المتأخر هذا اليوم المعاصر قد يزين لقوله ويرجح قوله، لكن الموفق ميت ما يقدر يتكلم. قالوا والحي قد يغلب ألف ميته، فلو قام الموفق وخرج من قبره ودافع عن قوله لتغير رأيك. أنت اللي أقصده يا إخوان، أنا لا أريد، انتبهوا المسألة حساسة، لأن هذا قد يحملنا على التهمة بالتعصب. أنا لا أتعصب، لا أتعصب لا لمذهب ولا لأحد ولا لقول، وما أكثر ما أخالف المذهب. أنا أخالف المذهب في مسائل، وهذا قد يكون يعني جرأة مني وسوء أدب، لكن اسمحوا لي في هذا سوء أدب الله يغفر لي. الذي أقوله لك أنت أيها الطالب، أنا أنصحك أن تأخذ بقول الأعلم والأعلى، يعني إذا قال الموفق قول والله قلد قول الموفق، ولو سمعتني أنا أغلط وأقول ويعني أرجح قول آخر أترك كلامي. نصيحتي خذ بكلام الأكبر والأعلى. فهمت المسألة يا أخوان؟ ولا أدعو الناس أبدا لتقليدي وترك كلام الأئمة الكبار. قلد الإمام الكبير، وإذا كتب الله لك فسحة في العمر وسعة في العلم في المستقبل وأصبحت من الأئمة المجتهدين، خالف هذه الساعة وفعل ما ترجح عندك وما بدأ لك. لكن خلونا نصل إلى مرتبة الاجتهاد، أما أن نجتهد قبل أن نصل إلى هذه المرتبة لا، هذا لا يجوز ولا يليق، وهذا عبث بشريعة رب العالمين، وهذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الذي يجتهد وهو ليس مؤهل، أليس هو ممن يفتي بغير علم؟ أليس هو ممن ضل في نفسه وأضل غيره؟ الجواب نعم. إذن أيها الإخوان، يعني نصيحة للجميع، إذا سمعت خلاف أهل العلم فخذ بكلام الأعلم، ولا يغرك أن يكون بعض المتكلمين ألحن بحجته من بعض، لا، هي ترى أحيانا مجرد لحن في الحجة، هذا يتكلم ويضعف حديث ويقوي حديث، المشكلة أن الطرف الثاني غير موجود، الطرف الثاني مات عليهم رحمة الله.